أهلا بكم مجددا، وهذه المتابعة لأهم الأحداث في مصر والعالم من استوديو الآن. بحث وزير الخارجية سامح شكري خلال لقائه مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش في نيويورك سبل التنسيق بين مصر والمنظمة الأممية إزاء تطورات القضايا الإقليمية المتعددة. صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد خلال هذا اللقاء أهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام لا سيما في ليبيا وسوريا. المتحدث أشار أيضا إلى أن المباحثات تناولت التحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية بما في ذلك ضرورة الحفاظ على ولاية وكالة الأونروا وأهمية ضمان تقديم المساعدات للفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن هاتفيا السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أرحب بك سعادة السفير، وأبدأ معك بنظرة على هذه المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري وأنطونيو غوتاريش في نيويورك، كيف قرأت النتائج لها؟ طبعا بيواصل السيد سامح شكري اتصالاته ومقابلاته الهامة في نيويورك على هامش تسليم الرئاسة المصرية لمجموعة 77 وفدين لدولة فلسطين، ولقاء سكرتير عام الأمم المتحدة اليوم أنطونيو غوتاريش يأتي في هذا السياق، وبحث القضايا التي تهم المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم الأونروا وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تصدرت مباحثات السيد وزير الخارجية. ولكن يعني الزيارة بدأت بتسليم الرئاسة المصرية وكلمة هامة للوزير سامح شكري في نيويورك خلال مراسم التسليم. وفي الكلمة الافتتاحية أكد الوزير سامح شكري على نقطتين هامتين، الأولى تتعلق بدور المصري خلال عام من رئاسة مجموعة 77، وطبعا حضرتك أستاذة ريهام أعلم أن مجموعة 77 بتضم 134 دولة، يعني هي الكتلة التصويتية الأهم في الأمم المتحدة، تضم صوت العالم النامي وصوت دول عدم الانحياز والصين، وبالتالي هي أداة هامة جدا لصياغة أجندة الأمم المتحدة خلال عام في القضايا التي تهم دول العالم النامي. ومصر فعلا خلال هذه الفترة اللي بتتولاها للمرة أو هذه الرئاسة اللي بتتولاها للمرة الثالثة تمكنت من التقدم بالعديد من المبادرات، يعني يأتي على أهمها المحافظة على رؤية دول العالم الثالث فيما يتعلق بقضايا التنمية في الوقت اللي دول كثيرة من العالم النامي بتنسحب من التزاماتها الدولية وتعهداتها. وبدأنا في حديث مستمر أيضا نحو اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على عملية التنمية بشكل وطني، أي لا تتدخل الدول التي تقدم الدعم والمساندة في سياسات الدول الوطنية، بل تقدم الدعم التنموي الذي ترتضاه هذه الدول على حسب سياساتها الوطنية. طبعا ساهمت مصر في تعزيز آليات الحفاظ على حقوق دول العالم النامي فيما يتعلق بقضايا المناخ وتحفيز الدول الكبرى على الالتزام بتعهداتها وفقا لاتفاقية باريس للمناخ. ومصر يعني شاركت في المؤتمرات اللي عقدت في هذا الخصوص، كما استضافت في شرم الشيخ مؤتمر هام جدا أممي للتنوع البيولوجي، وواصلت يعني جهود هيكلة الأطر ومؤسسات الأمم المتحدة بما يخدم أهداف العالم النامي، بالإضافة لجهود حفظ السلم والأمن الذي ساهمت فيه الرئاسة المصرية بشكل فاعل. وكان تسليم الرئاسة لدولة فلسطين ذو مغزى ومعنى هام جدا، لأنه يؤكد التزام 134 دولة من دول الأمم المتحدة 192 في حضور أنطونيو غوتاريش سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة السيدة سبينوزا. كان هذا التأكيد على أن دولة فلسطين دولة تمارس سيادتها على الساحة الدولية، هي دولة بالفعل واقعة تحت الاحتلال، ولكنها كانت أيضا في أشد الحاجة لهذا الإسناد الدبلوماسي في الوقت
الذي كانت تتعرض فيه وكما نتابع جميعا ضغوط هائلة من الولايات المتحدة سواء في نقل استفارة أو إغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن أو في سحب الدعم السنوي الموجه لمنظمة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. ومن هنا يعني هذا الإسناد الدبلوماسي الذي تقف مصر يعني بثبات داعمة للحقوق الفلسطينية هو المدخل الوحيد لإعادة تأكيد التزام المجتمع الدولي بشرعية القضية وبقواعد التعامل معها كدولة طامحة من أجل استقلالها الوطني في إطار تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. طيب سعادة السفير، يعني نتحدث عن رئاسة مصر مجموعة 77 والصين، ما الملفات التي تحملها مصر للمجموعة خلال رئاستها في رأيك؟ أهم هذه الملفات؟ طبعا زي ما أنا أشرت، الرئاسة المصرية عام 2018 اللي تم تسليمها هذا العام للرئاسة الفلسطينية قامت بالعديد من المبادرات في قضايا تتعلق سواء بالحفاظ على أجندة التنمية من وجهة نظر الدول 134 أعضاء المجموعة والصين، بحيث لا تكون معونات التنمية موجهة سياسيا أو فارضة لإرادة الدول المانحة قسريا على الدول النامية، حافظت على رؤية دول العالم الثالث في قضايا المناخ ودفعت الدول الكبرى للالتزام بتعهداتها نحو تمكين الدول النامية من القيام بتعهداتها وفقا لهذه الاتفاقية. فليست الدول النامية هي الدول الملوثة، ولكن الدول الكبرى عليها التزامات وفقا لاتفاقية باريس يجب الالتزام بها، كما أيضا ساهمت في كانت ملفات فعالة وملفات حيوية طبعا، ومرتبطة بقضايا يعيشها العالم ليس فقط الدول النامية. استكمال هذه المسيرة بالتأكيد وما تم إنجازه يحتاج المزيد من الجهد. تحدثت في سياق الكلام سعادة السفير عن القضية الفلسطينية وعن الأونروا وأهمية تقديم المساعدة للفلسطينيين إلى أن يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية. سعادة السفير، هي واحدة من أهم القضايا الموجودة في كافة المحافل الدبلوماسية التي تشارك بها مصر. كيف ترى الموقف في الفترة القادمة، خاصة وأنها دائما القضية هي التي تمتلك الأولوية والمساحة الأكبر في أجندة العمل على المستوى العربي بشكل عام والمستوى المصري بشكل خاص؟ طبعا القضية الفلسطينية هتلقى في القمة العربية القادمة في تونس وكما هو الحال إسناد عربي دبلوماسي كامل، وستسعى مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لتعزيز هذا الإسناد الدبلوماسي. ولكن في قلب العاصمة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية يكون الحديث عن هذا الإسناد من خلال مساندة المنظومة الدولية ومنها ما تمثله مجموعة 77 والصين من ثقل بعضوية 134 دولة وبحضور سكرتير عام الأمم المتحدة. هنا يكون الإسناد على الساحة الدولية أمر هام جدا وضروري أن نؤكد وفي الولايات المتحدة وفي المنظومة الأممية أن القضية الفلسطينية حية، وأن الرئيس محمود عباس هو رئيس دولة تحت الاحتلال، دولة تستحق أن تتبوأ مكانتها وتستطيع أن تقوم بمسؤولياتها على الساحة الدولية على النحو الذي تقوم به كل الدول. ومصر ستواصل دعم ومساندة الرئاسة الفلسطينية لهذه المجموعة، ولكن المهم رمزية هذه الرئاسة أي أن المجتمع الدولي في انتظار إطلاق عملية سلام تقود لتبوأ الدولة الفلسطينية المكانة المستحقة، حيث أنها عضو فاعل في الأسرة الدولية وعضو مؤثر ويملك كل أدوات إدارة العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف. دولة تملك الأرض وتملك القيادة السياسية الواعية وتملك الإسناد الدولي الذي يؤهلها لأن تكون عضوا فاعلا في الأسرة الدولية. وبالتالي هذا الحضور اليوم يؤكد ومن جديد أن المجتمع الدولي لا زال متمسكا بحق القيام
بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأيا كان الموقف الأمريكي فصوت المجتمع الدولي سمع بوضوح في اجتماعات أول أمس لمجموعة 77 وسطين عندما قدمت مصر الرئاسة الفلسطينية لدولة فلسطين برئاسة السيد محمود عباس. نعم. ختاما 134 دولة. ختاما سعادة السفير، وزير الخارجية في ختام لقائه مع جوتاريش أكد على مساندة مصر لجهود السكرتير العام الرامية لتعزيز فعالية العمليات الأممية لحفظ السلام، وأشار إلى المؤتمر الإقليمي حول تطوير أداء عمليات حفظ السلام في إفريقيا الذي نظمته وزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام في نوفمبر الماضي، وأعرب عن تطلعه وتطلع مصر لقيام السكرتير العام بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمقرر العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخرا، طبعا بما يسهم في تحقيق السلم والأمن. كيف تتابع هذا المطلب في ختام هذا اللقاء ما بين شكري وجوتاريش؟ بكل تأكيد مصر بدأت رئاستها للاتحاد الإفريقي والتي ستتولاها من فبراير القادم مبكرا، فالسيد سامح شكري يضع يديه الآن على واحدة من أهم الملفات وهو ملف الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. وملف السلم والأمن يحتاج تحضيرا مسبقا، لعبت مصر دورا هاما فيه، وأحد ملفاته الرئيسية هو ملف حفظ السلام، وبالتالي دور الأمم المتحدة في حفظ السلام وتمكين القارة الإفريقية من خلال منظمة من خلال الاتحاد الإفريقي في القيام بواجبات حفظ السلام يستلزم دعم ومساندة وتنسيق مسبق. استضافت القاهرة مؤتمر حفظ السلام على المستوى الإفريقي، وبالتالي التنسيق مع الأمم المتحدة الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن على المستوى العالمي بما يحقق أهداف الرئاسة المصرية في تعزيز السلم والأمن، مما يتيح المجال للتنمية الاقتصادية الهدف الثاني أو الركيزة الثانية الهامة التي لن تتحقق إلا ما تحقق الأمن والاستقرار ونزع السلاح المهدد لأمن واستقرار القارة، مواجهة الإرهاب ونشاط الميليشيات المسلحة وعزل الدول الداعمة والمساندة للإرهاب ومصادر تمويل. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه القراءة في هذا الاجتماع وهذه المباحثات التي جمعت سامح شكري مع أنطونيو جوتاريش. شكرا لك. ينضم إلينا الآن الأستاذ شريف سمير مساعد رئيس تحرير الأهرام. أرحب بك أستاذ شريف، استطلعنا سريعا أهم النقاط التي جاءت في هذا اللقاء بين شكري وجوتاريش واستعراض الملفات التي طرحتها مصر في مجموعة 77 والصين وأيضا الملفات التي ستطرحها مصر أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي. هناك بعض النقاط التي تم التطرق إليها في هذا اللقاء الهام الذي كانت فيه أمور كثيرة تتعلق بالسلام والأمن في العالم وتسوية النزاعات. كيف ترى القضية الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمقرر العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخرا، هذا ما تم طرحه من قبل سامح شكري في ختام هذا اللقاء ما بينه وما بين أنطونيو جوتاريش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في تقديري الشخصي أنا ما تفعله الدبلوماسية المصرية يعبر عن نشاط محفوظ لإستعادة مصر دورها الرياضي والعالمي، والوزير سامح شكري يمارس مهامه بمنتهى النشاط للتركيز على بعض الملفات المهمه. ملف اسلحه الدمار الشامل وخلو المنطقه منها ملف قديم وسبق ان تم طرحه في اكثر من مناسبه واكثر من لقاء دولي، ولكن مصر حريصه على ان يؤتي ثماره وان تتحول هذه الاتفاقيات من مجرد حبر على ورق الى واقع عملي، وهذا لن يقتضي ايضا التعاون والتنسيق بين المنظمات الدوليه على راسها الامم المتحده ومجلس الامن والمجموعات مجموعه 77 وحتى مجموعه 20 واي كيانات دوليه. واعتقد ان مصر من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي في 2019 ستعمل جاهده على ان تخلي المنطقه من اسلحه الدمار الشامل او ان تجبر المجتمع الدولي على القيام بدوره لتحقيق هذا الهدف.
هناك أيضا بالنسبة لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أوضح شكري أن مصر دفعت خلال رئاستها للـ77 والصين بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح وشواغل الدول النامية. وفي نفس الوقت تم استعراض أجندة العمل للاتحاد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وكانت هناك نظرة على كيفية مضاعفة جهود تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وتطبيق منهج شامل في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه من جذوره، والعمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة وتوطيد الشراكات من أجل تحقيق السلام. كيف ترى يعني الموقف بعد استعراض أجندة العمل المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي؟ مصر تدرك تماما أن القارة الإفريقية مستهدفة وأن المستقبل كله للقارة السمراء، وتتحرك من خلال هذا المنطلق لإجبار الصين وأي كافة الدول الكبرى التي تحاول اختراق القارة السمراء والاستفادة من ثرواتها وكنوزها، وتحاول أن تستغل هذا التوجه لصالح القارة الإفريقية ولصالح تعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية. فأعتقد أن لن يكون ذلك متاحا إلا من خلال دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر والدول الإفريقية والبحث عن شراكة شاملة مع القارة السمراء. وستكون مصر حريصة خلال رئاستها للاتحاد الافريقي على تعزيز سبل التعاون مع افريقيا للاستفادة من هذا التعاون في حماية الامن القومي الافريقي والامن القومي العربي بشكل عام من ناحية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يصب في الدخل القومي للدول الافريقية وعلاج مشاكل الفقر والجهل والمرض التي تعاني منها القارة منذ سنوات. أستاذ شريف، يعني هناك أيضا من ضمن ما تم طرحه في هذا اللقاء، هناك أيضا بعض الأمور الخاصة بأجندة العمل المصرية في قضايا عربية، يعني ليبيا وسوريا كانت أيضا واحدة من المحاور الهامة في هذا اللقاء، والرعاية الأممية لدفع مباحثات جهود السلام في ليبيا وسوريا كانت مطروحة خلال هذا اللقاء، كيف تابعتها؟ في واقع الأمر لابد أن نعترف أن مصر تحرص على القيام بدورها إزاء الملفات الشائكة والأزمات الإقليمية، حماية الحدود وحماية دول الجيران من أي تهديدات أو اختراقات أمنية سواء على مستوى مواجهة الإرهاب أو التدخلات الخارجية في حروب الوكالة. وليبيا وسوريا مع الاسف الشديد كارثتان لمثل هذه الحروب، فمصر تحاول ان تلعب دور متوازن لاستعاده استقرارها وامنها، فاعاده هذه الدول استقرارها وامنها من ناحيه. ومن ناحيه اخرى طبعا القضيه الفلسطينيه هي القضيه الام في المنطقه، وتتعرض لتصفيه يوميه سواء من خلال استشهاد مئات بل الاف الفلسطينيين على الاراضي المحتله، او من خلال القضاء على حلم الدوله المستقله من خلال صفقه القرن التي عقدها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع اسرائيل. واعتقد ان مصر تحاول بقدر الامكان حمايه ما تبقى من القضيه الفلسطينيه، وما انتقال الرئاسه الى فلسطين رئاسه 1973 الا خطوه لتعزيز وتجديد الحلم في اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله، وتتعامل مصر جاهده على دعم هذه القضيه. فاعتقد ان مصر ستتولى من خلال رئاسه الاتحاد الافريقي او من خلال استعاده دورها الريادي في العالم مره اخرى ومكانتها، ان تحاول تساند بعض الملفات الاقليميه وتحاول ان تعيد الامن مره اخرى الى المنطقه، وان كان هذا سيستغرق وقتا اطول في ظل التحديات الراهنه. شكرا جزيلا لك استاذ شريف سمير على هذه المتابعه وعلى هذه القراءه في ما تم تناوله بين لقاء سامح شكري وانطونيو غوتاريش والملفات التي تم طرحها بالنسبه لاجنده عمل مصر اثناء رئاستها للاتحاد الافريقي، او اجنده عمل مصر اثناء وجودها ورئاستها للـ77. شكرا شريف سمير، مستشار رئيس تحرير الأهرام.